خبز بعده نكهات، اكثر من روعه، بسيط وسريع. دقيق 2 كوب، سكر 2 ملعقه كبيره، ملح نص معلقه صغيره، خميره جافه ملعقه صغيره. نخربط المكونات مع بعض، بنوضع حليب نص كوب او نص ماج، واحده بيضه، وبنوضع زبده 50 جرام زبده دائبه، ممكن ندوب على الميكرويف لمده 10 ثواني او 15 ثانيه. بنعجن جيد، بعد ما نعجنها جيد تقريبا 10 دقائق بنعجن فيها، بعدين بترتاح لمده 15 دقيقه. هيك بعد ما ارتاحت 15 دقيقه بندهن الوعاء بالدهون، اي نوع دهون، او بنوضع ورق زبده. بعد ما نوضع ورق الزبده او ندهن او بالزيت او بالزبده بندهن الوعاء، بنقسمها لمثلثات، وبندهن البيض، نوضع المنكهات اللي احنا بنحبها، الحب البركه او السمسم او الزعتر حسب ذوقكم، بنتركها ترتاح نص ساعه. بعد نص ساعه بنخبزها على الفرن من فوق ومن تحت مثل اي نوع خبز بنخبزها. صحه والف عافيه. شكرا كثير لكم، مع السلامه.